تنتن قرب صالينن امو سلي اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات. قدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا،
ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع رب لأن لك الملك والقوة. تمارسون سيسوس بينسون شليل فلوغيتي ببروس فشيستاسيتي إيرنبا كيطوم نعماتي شبه متن توت فين بري بسناني فنايت بنوت بيوت من شايس وابن نوتي وابن صوتي ريسوس بيا خريستوس جاء فرس كبازي نقور فرسان فر ايرون ابشوب تن ايرب تياسو ايرم تيتو تينا فنتن شا ريا تايون وثاين ثب اون مارنتي هو ايرو فبوس انتف ار ايرون قمباي اهو اثو وفاي نمنو تيرون تيبن اون خان هريني بين شبه بان دكرتو Orip choi sepen noti Bro sivik saste Irene الكل ربنا الآن مخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة قبولك أرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا الطباوي المكرم البابا الأنباء تودروس الثاني وشركائي في الخدمة الرسولية أبائنا المطارنا وأبائنا الأساقف المجتمعين ما أعنى ويغفر لنا خطايانا من أجل هذا نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سير شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياه لأنك الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا اللازل الغد واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير إلى منتى
الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تفضل. صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بابا المحبة وبابا العمل المسكوني صاحب النيافة المطران منير حنة رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء من الكنائس القبطية والأرمنية والأثيوبية الآباء الكهنة والقسوس الأمناء العامين ممثلين لمجلس كنائس الشرق الأوسط وأمين عام مجلس كنائس مصر آباء الكهنة أيها الإخوة والأخوات الأحباء يسعدني أن أهنئ قداسة البابا تودروس الثاني وسائر رؤساء الكنائس بمصر بمناسبة احتفالنا بأسبوع الصلاة من أجل الوحدة. أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين هو أسبوع المحبة. تجتمع فيه الكنائس تحت شعار كلمات السيد المسيح له المجد ليكون الجميع واحد. إننا نجتمع تحت مظلة مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس مصر. هذين المجلسين اللذين هما رابطة بين الكنائس التي تؤمن بالرب يسوع إلها ومخلصا حسب الكتب المقدسة وتسعى معا لتحقيق دعوتها المشتركة لمجد الله الواحد هدفها تعميق الشركة الروحية بين الكنائس بالشرق الأوسط وبمصر وتوحيد كلمتها وجهودها إسهاما في العمل من أجل وحدة الكنائس وتأدية لشهادة إنجيلية حية تهدف إلى نشر رسالة الخلاص والمصالحة بالرب يسوع المسيح والمحبة والسلام والعدالة في المنطقة وبين شعوبها ويأتي شعار هذا العام الذي وزع عليكم فقدم أهلها لنا إحسانا غير المعتاد وحسب الترجمة اليسوعية وأظهر لنا أهلها عطفا نادرا وهي الآية التي وردت في سفر أعمال الرسل إصحاح 28 والعدد الثاني ونظل طيلة هذا الأسبوع بدأنا في يوم الاثنين في الكنيسة الكاثوليكية وسيتوالى خلال هذا الأسبوع تأمل في النصوص من أعمال الرسل 27 عدد 18 إلى الإصحاح 28 والعدد العاشر وخلال هذه الأيام سوف تكون المحاور عن المصالحة الاستنارة الرجاء الثقة القوة الضيافة الاهتداء الكرم وأرى أن شعار الأسبوع هذا العام يتفق مع أهداف المجالس المسكونية كلها فالدافع لأن يقوم سكان جزيرة مالطا بضيافة القديس بولس الرسول وركاب السفينة إنما هو المحبة ومحبة السيد المسيح هي التي دفعت كنائسنا لتأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط في عام 1974 ومجلس كنائس مصر في عام 2013 والمحبة هي السمة التي قال عنها السيد المسيح بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض ولقاء أسبوع الصلاة تحت مظلة مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس مصر إنما يعني أنه تحت مظلة المحبة التي تربط كنائسنا ورؤسائها بعضهم ببعض فالمحبة هي أعظم الوصايا بل الكل مجموع في واحد والمحبة هي الوصية العظمى في الناموس لذا يقول لسان العطر القديس بولس الرسول
وأما غاية الوصية فهو المحبة من قلب طاهر، بل ويجعلها أول ثمر من ثمار الروح القدس في الإنسان المؤمن، ويدعوها أيضا برباط الكمال. على جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. فالمحبة هي التي تربط الإنسان بالله وتربطه بأخيه الإنسان ليصنع معه إحسانا أو عطفا كما جاء في شعار هذا الأسبوع، بل وتربط الفضائل بعضها ببعض، وبهذا يصبح الإنسان العادي إنسان الله سفيرا للسيد المسيح. وبهذا نفهم كلمات القديس بولس: لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس، وأي فضيلة تخلو من المحبة هي مرفوضة أمام الله. وفي ذلك يقول القديس أغسطينوس: الله محبة، ماذا يمكن أن يقال أكثر من هذا؟ إني أعتبر المحبة اللؤلؤة التي توصف في الإنجيل أن التاجر باع كل ما كان له واشتراه. هي اللؤلؤة الكثيرة الثمن التي إذا كانت لديك فإنها تكفي. إلهنا المبارك، يا من جمعتنا في هذا المكان بروح واحد لكي نتمم ما صليت لأجله ليكون الجميع واحد، احفظنا في اسمك القدوس لنتمم مشيئتك المقدسة. أنت الإله الذي أخلى ذاته آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وصيتك لنا أن نحب بعضنا بعضا، بهذا يعرف الجميع أننا تلاميذك. دعنا نتمم الناموس الكامل بمحبتنا بعضنا لبعض. وأقول في ختام الكلمة أنني أعترف أنني كنت أعلم أن الحوارات المسكونية هي حوار حول الأمور اللاهوتية وتقارب، ولكن تعلمت من قداسة البابا تودروس أن هناك حوار آخر هو حوار المحبة، وهو الذي يسرع بتعجيل الوحدة الكنسية والتقارب بين الكنائس. في هذه الليلة ونحن نجتمع سوف يكون البرنامج الذي وسع على حضراتكم وسوف تشارك فيه جميع الكنائس. نبدأ بكلمة مجلس كنائس الشرق الأوسط يلقيها جناب القس رفعت فكري الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وأنقل لكم تحيات الأمينة العامة الدكتورة سرية بشعلان. صاحب الغبطة قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، أصحاب النيافة الأساقفة الأجلاء، الآباء الكهنة والرعاة الأحباء، السيدات والسادة، أشعر اليوم بسعادة غامرة ونحن مجتمعون معا في هذا المكان المبارك العريق. أود في البداية بالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس كنائس الشرق الأوسط والأمينة العامة الدكتورة ثريا بشعلاني أن أتقدم بخالص الشكر لقداسة البابا تودروس لمحبته الفياضة ولسعة صدره ورجاحة عقله ولتدعيمه الدائم لمجلس كنائس الشرق الأوسط. فقداسة البابا هو قامة وقيمة، وهو رمز مصري وطني أصيل نعتز به جميعا ككنائس وأفراد لمواقفه المسكونية والوطنية التي تؤكد عظمة هذا الرجل ورقي أخلاقه وسمو مبادئه. يا قداسة البابا، نحن نحبك من كل قلوبنا ونصلي لأجلك، ودائما نراك مثل النخلة العالية الشامخة الراسخة التي وإن قذفها الصغار بالأحجار فهي لا تعطي إلا أفضل الثمار، والطعنات الخلفية من الحاقدين ما هي إلا دفعات نحو الأمام. فسر في طريق التنوير والإصلاح الذي تنتهجه، وسيسطر لقداستك التاريخ بأحرف من نور ما تقدمه للكنيسة من خدمة وتفان وعطاء في خدمة الإنسان روحيا وعقليا وتعليميا وصحيا. أما الأصوليون الأحاديون والحاقدون
فسيطويهم التاريخ في طي النسيان. رسالة اليوم، البرنامج اللي مع حضراتكم، العنوان الاستنارة. الاستنارة نجدها في الكتاب المقدس، ونجدها أيضا في الفكر الفلسفي. الكتاب المقدس يقول عن الله إنه نور وليس فيه ظلمة البتة، وأن السيد المسيح هو النور الحقيقي الذي جاء إلى العالم، وأن أصحاب الأعمال الشريرة أحبوا الظلمة أكثر من النور. وفي الفكر الفلسفي تساءل الفيلسوف إيمانويل كانط في نهايات القرن السابع عشر، ما التنوير؟ ما الاستنارة؟ وأجاب: التنوير هو أن تكون جريئاً في إعمال عقلك، فلا سلطان يعلو على سلطان العقل. والكتاب المقدس يدعونا إلى إعمال العقل، ويحدثنا الرسول بولس عن أهمية العبادة العقلية، ويحذرنا داود النبي في سفر المزامير في مزمور 32 والآية 9: ألا نكون بلا فهم. ولكن عندما يعمل الإنسان عقله ويفكر في الإله العظيم المطلق الغير المحدود، يكتشف أن عقله نسبي، وبالتالي لا يمكن أن يدرك هذا الإله المطلق غير المحدود. ومن ثم يشعر الإنسان بضآلة عقله ومحدوديته ونسبيته أمام الأمور الإلهية العظمى. وعندما يدرك الإنسان نسبيته، سيتأكد أن هذه الحياة ما هي إلا رحلة بحث عن الحقيقة، ومن ثم فإنه سيتواضع وسيحب الآخرين المغايرين، وسيحترم حق الاختلاف، وسيرى أن التنوع غنى وأن التعددية ثراء. وعلى العكس، إذا توهم الإنسان أنه امتلك المطلق أو اقتنص الحقيقة، فإنه بالضرورة سيتكبر وسيتغطرس، وحتما سيصبح متعصبا رافضا للآخر المغاير، متهما إياه بالكفر وبالهرطقة وبالزندقة. أيها الإخوة الأحباء، إن إيماننا المسيحي يدعونا لقبول التنوع في إطار الوحدة، فنحن نؤمن بإله واحد لا شريك له، ولكن وحدانية هذا الإله ليست وحدانية جامدة، ولكنها وحدانية جامعة مانعة. فالله في إيماننا المسيحي واحد، ولكنه مثلث الأقانيم: الأب والابن والروح القدس، ثلاثة أقانيم، وهؤلاء الثلاثة واحد. وإيماننا بهذا الإله العظيم الذي ليس كمثله شيء يدعونا لأن نقبل فيما بيننا الوحدة التي تحتوي التنوع. وهذا الإيمان بالوحدة التي تحتوي التنوع ليس بدعة، وليس جريمة، وليس سبة، وليس هرطقة، ولكنه فكر يتماشى مع إيماننا بالإله الواحد المثلث الأقانيم. إن الوحدة التي نسعى إليها ككنائس هي وحدة التكامل وليست وحدة التماثل، وتنوعنا غنى وتعدديتنا ثراء. إخوتي الأحباء، إن السيد المسيح يدعونا لأن نكون نورا للعالم، ونحن لن نكون دعاة للنور إلا عندما نتحد، وعندما نكون معا يدا واحدة. إن الانقسام يجعل نور المسيح غير مكتمل فينا أمام الآخرين، ولكن بوحدتنا وبمحبتنا الحقيقية لبعضنا البعض، فنحن نقدم أعظم شهادة وأبلغ عظة عن النور الحقيقي يسوع المسيح. فلن نكون نورا للعالم بدون محبة. قال السيد المسيح: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض من القلب. قال أحد اللاهوتيين وهو يؤكد ضرورة السلام بين الكنائس، قال إيه: لو رعينا مبدأ الوحدة في الأمور الجوهرية، والحرية في الأمور غير الجوهرية، والمحبة في كل الأمور، لكانت أوضاعنا حتما في أفضل حالة ممكنة. أيها الأحباء، مع التقدم العلمي الذي أحرزته البشرية اليوم، نحن مطالبون أن نتجاوز خلافات وانقسامات القرون الماضية، وأن نقترب من بعضنا البعض. إن طريق الوحدة الحاضنة للتنوع ليس طريقا مفروشا بالورود والرياحين، ولكنه طريق مليء بالصعوبات،
ومحفوف بالمخاطر وحافل بالأشواك، ولكننا سنسير فيه مهما واجهنا من تعصب أو صعوبات. وفي النهاية لابد أن يعلو صوت الحب على الحرب، وأن ينتصر السلام على الخصام، وأن يفوز النور على الظلام. وفي الختام أصلي إلى إلهنا الواحد المثلث الأقانيم أن يهبنا جميعا لأن نكون بناة جسور الحب والسلام، لا مشيدي أسوار التعصب والكراهية والظلام. فعندما نبني جسور الحب، وعندما نقبل الوحدة الحاضنة للتنوع، فحينئذ سنكون بحق أتباع ليسوع المسيح النور الحقيقي، وسنكون بحق صادقين في شهادتنا عن النور. والرب معكم. في بدايات عام 2013 ومع بداية حبرية قداسة البابا تودروس الثاني، جاء ميلاد مجلس كنائس مصر الذي كانت كل الكنائس ترنو لأن يوجد في عمل يوحد الصوت المسيحي في مصر بين كنائسنا الخمسة. كلمة مجلس كنائس مصر يقدمها جناب الأب الحبيب بولس جرز الأمين العام لمجلس كنائس مصر. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قداسة البابا المعظم، أبائي وسادات الأساقفة، أبائي القمامسة والكهنة، إخوتي من جميع الطوائف، تأمل اليوم من القراءات اللي موجودة بين إيدينا وهو بعنوان سفينة تغرق وسفينة تنجو. سفينة بولس التي أقلعت في وسط العواصف، وإذ لم تكن شمس ولا نجوم تظهر أيام كثيرة، واشتد علينا نوء ليس بقليل، انتزع آخيرا كل رجاء في نجاتنا، يائس من الحياة. الرياح العاصفة والأمواج العاتية تحطم السفينة، وبولس بيصلي بيدعوهم إلى الصوم وبيقول اسمعوا كلمة الله واذعنوا لها. هذا الإذعان هو الذي أنقذ جميع الأنفس في السفينة، سماع كلمة الله والعمل بها ينقذ ركاب السفينة جميعا. في المزمور شريعتك حفظتها ولم أنساها، وصاياك لم أضل عنها، ورثت شهاداتك إلى الدهر. تلك السفينة التي ورثت الشهادات هي سفينة الكنيسة لتبحر بها وسط أمواج العالم، وتستطيع كنائسنا جميعا أن تفتخر بأنها جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي وحفظت الإيمان، وتشكر الرب الذي اجتاز بها عبر قرون الطويلة جميع الاضطهادات وجميع الصعوبات. أصل إلى النقطة الأخيرة، سفينة تنجو، وهي قراءة القديس مرقس. السفينة التي تتلاعب بها الرياح والمياه تملأها حتى تكاد تغرق، لدرجة جعلت الذين فيها وهم تلاميذ يسوع يصرخون من الرعب، يا معلم أما يهمك أننا نهلك؟ وكأنهم نسوا أنهم ليسوا إلا بحارة، وأن ربان السفينة
هو القائد الحقيقي يسوع المسيح، حتى وإن بدا نائما فهو موجود ولا يستطيع أن ينكر وجوده أحدا. وعندما يقوم يسوع ينتهر الريح ويقول البحر أسكت أبكم، فتسكت الرياح ويصير هدوء عظيم. يسوع وحده هو الربان، يسوع وحده هو القائد، يسوع وحده هو المعلم. كل الكنائس تعرف هذا جيدا. ما بالكم خائفين هكذا، كيف لا إيمان لكم؟ أمام قوة يسوع الذي صنع معنا إحسانا غير المعتاد، صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أصعد المتواضعين إلى الكراسي وكسف المتعظمين. يسوع هذا الحاضر بيننا في لقائنا الأخوي حول قداسة البابا المعظم تودروس، الذي يقودنا بروحه المسكون في محبة حقيقية بلا رياء، وفي تواضع حقيقي بلا افتخار، يقود الكنيسة في مصر نحو ربيع مسكوني نشعر به في قلوبنا، نشعر به في لقاءاتنا، نشعر به في نفوسنا، تضطرب قلوبنا عندما نلتقي، لأننا نعرف أننا نلتقي باسم الرب، ونفرح عندما يكسر الخبز وتنفتح أعيننا. هو ذا الرب حاضر بيننا يطمئن كنيسته، كنيسته. لا تخافي يا كنيسة، فلن تغرقك أبدا مياه التعصب، ولن ترهبك أبدا رياح التطرف. هو ذا الرب الذي أحب ويدعونا مثله أن نحب. هو ذا الرب الذي أعطى ويدعونا مثله أن نعطي. هو ذا الرب الذي تواضع ويدعونا أن نتواضع على مثاله. هو ذا الرب الذي سالم حتى أعداءه وغفر لهم، ونحن أيضا بدورنا مدعوين للغفران والمسامحة. هو ذا الرب الذي تألم، ونحن أيضا مستعدون، يجب أن نكون مستعدين للتألم من أجل عمل الوحدة. هو ذا الرب الذي قام وكسر شوكة الموت، وهو يدعونا أن نقوم ونكسر شوكة الانقسام لنصير رعية واحدة لراع واحد. هذا ما يطلبه الرب من جميع الشعوب في كل الأمم في كل الطوائف في هذا الأسبوع، أن نكون واحدا أمامه، ليس فقط في هذه الفترة القصيرة من السنة، ولكن في كل يوم من أيام السنة. أطلب صلواتكم وأشكر محبتكم. من تراث كنيستنا القبطية الأرثوذكسية يرتل خورس الكلية الإكليريكية بقيادة المعلم إبراهيم عياد أحد ألحاننا التي نرددها دائما، لحن أيها الرب إله القوات. أيها
تأتي قراءات اليوم الثاني من أسبوع الصلاة الذي شعاره فقدم أهلها لنا إحسانا غير المعتاد عن الاستنارة، البحث عن نور السيد المسيح تبارك اسمه ونشره. القراءة الأولى من سفر أعمال الرسل سيتلوها نيافة الحبر الجليل المطران منير حنة رئيس الكنيسة الأسقفية. القراءة مأخوذة من سفر أعمال الرسل الإصحاح 27 من الأعداد 20 إلى 26. وإذ لم تكن الشمس والنجوم ولا النجوم تظهر أياما كثيرة واشتد علينا نوء ليس بقليل، انتزع أخيرا كل رجاء في نجاتنا. فلما حصل صوم كثير حينئذ وقف بولس في وسطهم وقال: كان ينبغي أيها الرجال أن تدعوا لي ولا تزعنوا لي ولا تقلعوا من كريت فتسلموا من هذا الضرر والخسارة. والآن أنذركم أن تسروا، لأنه لا تكون خسارة نفس واحدة منكم إلا السفينة، لأنه وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده، قائلا: لا تخف يا بولس، ينبغي لك أن تقف أمام قيصر، وهو ذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك. لذلك سروا أيها الرجال، لأني أؤمن بالله إنه يكون هكذا كما قيل لي، ولكن لا بد أن نقع على جزيرة. هذه هي كلمة الله. قراءة المزمور من الكنيسة الكاثوليكية الشماس، المهندس عصام عياد وعضو لجنة أسبوع الصلاة من أجل الوحدة. المزمور 119 من الأعداد 105 إلى 112. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، حلفت فأبره أن أحفظ أحكام بطرك، تذللت إلى الغاية يا رب أحيني حسب كلامك، ارتضي بمندوبات فمي يا رب وأحكامك علمني، نفسي دائما في كفي، أما شريعتك فلم أنسها. الأشرار وضعوا لي فخا، أما وصاياك فلم أضل عنها. ورثت شهاداتك إلى الدهر لأنها هي بهجة قلبي، عطفت قلبي لأصنع فرائضك إلى الدهر إلى النهاية. الليلويا. نستمع لكلمات الإنجيل المقدس للقديس مرقس لنيافة الحبر الجليل أنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والعضو السابق للجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط. الإنجيل للقديس مرقس الرسول، بركاته على جميعنا أمين. قال لهم في ذلك اليوم: لما كان المساء لنكتز إلى العبر، فصرفوا الجمع وأخذوه كما كان في السفينة، وكانت معه أيضا سفن أخرى صغيرة، فحدث نوء ريع عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، وكان هو في المؤخر على وسادة نائما. فأيقظوه وقالوا له: يا رب، يا معلم، أما يهمك إننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح، وقال البحر: اسكت ابكم، فسكتت الريح وصار هدوء عظيم. وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟
فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض من هو هذا فإن الريح أيضا والبحر يطيعينه والمجد لله دائما. تأمل على فصل الإنجيل يتلو علينا نيافة الحبر الجليل الأنبا توماس أسقف القوسية ومير وعضو اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط. المسيح نورنا ودليلنا، إذا حرمنا من نوره ومن قيادته نتيه ونضيع. حين يفقد المسيحيون رؤية المسيح يخافون وينقسمون بعضهم على بعض. بالمقابل إن الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة الذين هم من خارج الكنيسة يصعب عليهم أن يميزوا نور المسيح بسبب انقساماتنا. وحين نقدم عنه انعكاسا مظلما أو حين نحجب نوره بالتمام، وإذ نسعى إلى نور المسيح فليقترب بعضنا من بعض كي نعكس نوره بشكل أوضح ونكون شهودا حقيقيين له، هو نور العالم. صلاة هذا اليوم على القراءات يقرأها نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال أسقف المعادي والسكرتير المجمع المقدس. أيها الرب، إن كلمتك نور يضيء خطانا، وبدونك نحن ضائعون وتائهون. أنرنا بكلمتك كي نتبع دربك، واجعل كنائسنا تتعطش لحضورك الذي يهدينا ويعزينا ويحولنا. أعطنا وضوح الرؤية لنعي حقيقتنا حين نمنع الآخرين من رؤية نورك، وأعطنا النعمة لنشارك الآخرين بنورك. نسألك باسم ابنك الذي دعا تلاميذه ليكونوا بدورهم نور العالم، آمين. تشاركنا فرحتنا في هذا اليوم الكنيسة الأرمنية والكنيسة الأثيوبية والكنيسة السريانية. سوف نستمع إلى لحن صغير من كل كنيسة من الكنائس، ثم قداسة البابا يقودنا في قانون الإيمان. هانون هوري بورتفوي وكفوين سرپو آمين. Քեզ երգիր պականելով Տեր Աստված մեր, գոհանամքս քեն հաղագս խաղաղությամբ անցուցանելով իմենջ զերկարություն տվնջանս։ Դուր մեզ Տեր աղաչեմքս քեզ, զերեկս եւ զարաշակագիշերս առանց մեղած եւ առանց գայթակղության անցուցանել։ Հաստատուն գալ եւ մնալ իհավատ, իհույս, իսեր եւ ի պատվիրանապահության քո, խնդրելովս խաղաղություն ամենայն աշխարհի Եվ եկեղեցի ոգում սրբոս հաստատություն եւ անձանց մերոց հսպրկություն, որբես ընդունելով իքենս հայցվածս մեր եւս մեծ վայելչական փառաբանություն միշտ ի բարձունս առաքեսու ամենազոր տերությանդ Քրիստոս Աստված մեր, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ تستمعون لصلاة أبانا الذي في السماوات باللحن السورياني. شما بو ابرو روح حيو قديسو حضله شرير امين نتقاد ششموخ تيث ملكوثوخ نهوي صبيونوخ اي كانت بشمايو اوف بارعو هبلان لحمو سنقونان يومونو وشبقلان حاوبين وحطوهين أي كانوا دوفحنان شباقين حيوبين لوث علان
نسيونو إلو فاصولان من أبي شوميطول دلوخي ملكوثو حيلو تشبحتو العالم عالمين آمين شما بواب روح القدس حضره شرير آمين. كنيسة الأثيوبية لها علاقة ومحبة كبيرة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. نحن نرحب بنيافة المطران غريغوريوس الذي حضر زائرا وسينال بركة قداسة البابا بعد هذا الاجتماع. نستمع إلى لحن صغير من ألحان الكنيسة الأثيوبية. النهاردة أنتم استمعتوا لكل العائلة الأرثوذكسية الشرقية. بسم الله وولد ومنفس قدوس هادو أملاك آمين. أبيت هو جتاوي كدام أبينا رحراوي متهون لعالم هلو سلامهن فقرهن بركهن لتعزلن لمن أهلن. أبيت هو جتاوي أنت سلام عباتنهن سلامهن فقرهن بركهن لتعزلن لمن أهلن. አቤቱ ጌታዬ ሁላችንንም ያዳም ልጆችነንና ሁላችንን በሰላም በሕይወት እንጠብቀን እንለምናለን። ሁላችንም እንደየቤተ እምነታችን የምንጸልየውን ጸሎት ሁሉ ስማን ይቅርም በለን ተቀበለን ይቅርታን ፍቅርን በረከትን አብዛልን አሜን። ሐሌሉያ ሰይድ هو رشم باسم الاب والابن والروح القدس وبعدين قال ربنا والهنا تدي العالم كله سلام وتدي الكنيسه القبطيه وكل الموجودين سلام ومحبه. كلنا يمنصلي وصلت كله العالم كله سلام ديون فقد لن كل الحاضرين بيصلوا علشان ربنا يدي العالم سلام كله. عندي عملاتاتين እንደየ ቋንቋችን እንደየ ስጦታችን እንደየ ስራችን ሁሉ ምህረትን ታበዛልን ለምናለን። يدي كل الاباء الحاضرين العمر الطويل ويدي العالم كله السلام والعمل الكويس. سلام لسو لجهون سلام للكل الموجودين سلام لسمايهون سلام من السماء يكون معكم سلام لمدريهون وسلام للعمل الكويس سلام لسولجهون سلام هنا يعني بركة سلام لكل الأطفال الصغيرين سلام لمريوتشاتشنيهون وسلام لكل القلوب سلام لكهيناتوتشاتشن لباباسات لأقلقايوتشاتشن لغلويهون وسلام لخدمة الآباء كلها الآباء الأساقفة وسيدنا البابا والآباء الكهنة الموجودين بعالم درجة لهلو أساس سابي هنا والنام لمري وشاكر سلام ونستلن كل واحد في العالم بحسب درجته ربنا يديله السلام لا يعلم مريوش يعلم أقلقايوش كل جننم لمر لسولج بقوا عملك حكاية الجوران السوب على بيته يفكر لن العالم كله محتاج الخدمة وكل واحد في بيته ورب البيت كله محتاج ان هو يدي التصريح او يساعد اولاده ويساعد البيت على الخدمة كلكم للناس في البيت يقبال جزياتين زمناتين يكفى صلوانا يمنصلي وصلوات هلو وزياتين يقبلن عاطبقين مسلي ياسفل قال كل خدمة بنقدمها ربنا بيقبلها ويبدي قصادها عطايا جيدة. إين نعدل سلاقينيو خلبا مسجنا له وزيهر عملاكاتين لعالم هلو سلاما فقر وبركة يعزالين آمين.
سلام لبس وقدس عونة الروس. والنهاردة بركة كبيرة وبيطلب من ربنا وإلهنا ومخلصنا يدي السلام للكل وسلام لسيدنا البابا وخد بركته. سلام لذي تقنياتشو هاي ما توقع ما تلهو لاتشو سلام يهون. وسلام للكل في الإيمان الواحد الناقي. ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يبارك. آمين. والآن يقودنا صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني في تلاوة قانون الإيمان. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنط، تألم وقبر وقام من بين في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي. آمين. أيها الرب يسوع، يا من في ليلة إقبالك على الموت من أجلنا صلبت لكي يكون صليت لكي يكون تلاميذك بأجمعهم واحدا، كما أن الآب فيك وأنت فيه، اجعلنا أن نشعر بعدم أمانتنا ونتألم لانقسامنا، أعطنا صدقا فنعرف حقيقتنا، وشجاعة فنطرح عنا ما يكمن فينا من لا مبالاة وريبة ومن عداء متبادل، وامنحنا يا رب أن نجتمع كلنا فيك فتصعد قلوبنا وأفواهنا بلا انقطاع صلاتك من أجل وحدة المسيحيين كما تريدها أنت وبالسبل التي تريد، ونجد فيك أيها المحبة الكاملة الطريق الذي يقود إلى الوحدة في الطاعة لمحبتك وحقك. آمين. والآن مسك الختام كلمات الذهبية لأبينا وحبيبنا بابا المحبة وبابا العمل المسكوني قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين. انا سعيد في هذا اليوم ان تستضيف الكنيسه القبطيه يوما من اسبوع الصلاه الذي يجمعنا ويجمع كنائسنا هنا في مصر. سعيد بمشاركه كل الاحباء من الاباء والاخوه، وسعيد بان نشترك جميعا في رفع قلوبنا في هذه الدقائق القليلة من أجل أن يعمل الله فينا جميعا. الأصل في الحياة والأصل في مسيحيتنا هي أنها مسيحية واحدة، وعشنا هذه المسيحية الواحدة لقرون كثيرة في بداية المسيحية، ولكن بسبب الذات والخطية والرؤى الضيقة
اضطرب الناس واضطربت الآراء واضطربت الأفكار وبدأ الانقسام والانشقاق والتحزب، وعبر التاريخ زادت هذه الهوة. في المسيحية وكما نقرأ في التاريخ أن بقيت المسيحية واحدة حتى العام 451 وهو تاريخ الانشقاق، فكأننا ظللنا 5 قرون أو ما يقرب في وحدة، ولا أقول في وحدة ولكن ظللنا واحدا. وعندما دخلت الخطية ودخلت الذات ودخلت الأفكار الضيقة ودخلت أفكار عدم قبول الآخر، انتشر في العالم ما نسميه بهذا الانقسام. ونحن عندما نقيم هذا الأسبوع من الصلاة بين كنائسنا في مصر وكنائسنا في الشرق الأوسط بصفة عامة، وبين الكنائس المسيحية، ومشاركة في هذه الليلة مشاركة الكنيسة الإثيوبية والكنيسة السريانية والكنيسة الأرمنية ومشاركة كنائسنا المصرية، إنما هو بمثابة أمل من أجل أن يكون الجميع واحدا بحسب اشتياق قلب ربنا يسوع المسيح. في هذه الليلة أيها الأحباء، وكما استمعنا في القراءات الكثيرة والتأملات سواء من العهد القديم أو من العهد الجديد، استمعنا لعدة تأملات وكلها تدور حول الاستنارة. وهذه كلمة غالية للغاية، كلمة الاستنارة. لا، ليس كل أحد يملك الاستنارة. قد تملك إيمانا ولكن هذا الإيمان ينقصه الاستنارة. وأريد في عجالة أن أتكلم قليلا عن رحلة النور، فالاستنارة مستمدة من النور. أول عمل قام به الله أنه فصل بين النور والظلمة، والنور والظلمة ليس شيئان ولكنه شيء واحد. غياب النور تصير ظلمة، أما وجود النور فهو وجود للنور، وهو المعبر عنه في كلمتنا في هذه الليلة. النور له أنواع، النور الطبيعي مثل الشمس والقمر والنجوم، والنور الذي نجده في الطبيعة، والنور الصناعي الذي صنعه الإنسان من المصابيح الكهربائية، من الشمع، من النار. ولكن هناك النور الحقيقي الذي هو ربنا يسوع المسيح، وهو القائل والمنفرد في العالم كله في التاريخ الإنساني: أنا نور العالم. لم يجرؤ أحدا قديما أو حديثا مهما تبحر علما أو فلسفة أن يقول أنا نور العالم. الوحيد هو شخص ربنا يسوع المسيح، وقد أعطانا امتيازا نحن المسيحيين حينما قال: وأنتم نور العالم. وأرجوكم أن تتوقفوا وتتعمقوا في الكلمتين دول: أنا نور العالم، قائلها السيد المسيح ومخاطبا نحن: أنتم نور العالم. شخص المسيح هو النور الحقيقي، هو الذي قال ليكن نور فصار نور، إنه خالق النور، وهو إله النور، الله نور وليس فيه ظلمة البتة. ونقول في تسابيحنا يوم الاثنين: الله هو نور وساكن في النور وملائكة النور تسبحه. هو أيضا معلن النور: أنا قد جئت نورا للعالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. وهو أيضا واهب النور، هو الذي يهب النور ليس لعيوننا ولكن لعيون قلوبنا. وهذا يا إخوتي ما نسميه بالاستنارة. المزمور صاحب المزامير داود النبي يقول: الرب نوري
وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. وهذا شرح وتعريف للاستنارة. الرب نوري، إنني أرى كل شيء بعين المسيح، وهذه قمة الاستنارة، أنك ترى ليس بعينيك اللي في الجسد، ولكن ترى بعيني قلبك، وترى بهذه العيون بنور المسيح هو الذي يكشف لك. المسيح نور العالم، لأنه أولا ينير ظلمتي، ظلمة الفكر. ممكن الواحد يدرس، ممكن يقرأ، ممكن يعرف، ممكن يتكلم، ممكن يحاضر، ممكن يبقى مثير للناس بكلامه، ولكنه قد يحمل مع هذا كله ظلمة الفكر. وأرجوكم أن تنتبهوا لهذه المعاني بدقة. قد يكون أحدا عقله مظلم، وقد يكون عالما في نفس الوقت، وهذه نقطة خطيرة، لأنه عالم بصورة نظرية، ولكن المقصود أنه يعيش الحقيقة. في سفر في مزمور 18 يقول: أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. عشان كده في إنجيل، وفي عقائد، وفي لاهوتيات، وفي كتابات آباء، وفي تاريخ، وفي تراث، وفي ألحان، وفي تسبيح، كل ده لكي ما يساهم في أن يستنير الإنسان، أن تستضيء عيني قلبه. أنت تضيء سراجي. يعني إيه المنفع أن الواحد ماسك سراج أو حاجة زي الأنديل كده ومطفي؟ ملوش أي معنى. وهذا النور يا إخوتي يتضح في مقولة قصيرة قالها القديس يوحنا ذهبي الفم، حينما قال: أي مصباح بلا نور، وأي مسيحي بلا حب. أي مصباح بلا نور، مدام مصباح، مدام في لمبة وظيفتها أنها تنور، ملهاش وظيفة أخرى. فلو وجدت لمبة وما بتنورش، فقدت قيمتها ومكانتها. أي مصباح بلا نور، مدام مصباح يبقى لازم ينور، وفي نفس الوقت أي مسيحي بلا حب. فهنا القديس يوحنا ذهبي الفم يربط بين الاثنين، يربط بين النور وبين الحب، الاثنين. فإن كان الحب الذي فيه قليلا أو ضعيفا أو غائبا، فأنت بعيد عن النور، حتى لو مكتوب أنك مسيحي وأنك بتدخل الكنيسة وربما بتخدم في الكنيسة، لكن النور الذي فيك غائبا. المسيح أولا ينير ظلمتي، ثانيا المسيح يهدي طريقي، ويهدي طريقي بمعنى السلوكيات، السلوكيات التي تعبر أن في قلبك نور، السلوكيات التي تعبر أن في قلبك حب. أنا ما أشوفش قلبك، أنا ما أعرفش إيه اللي في قلبك، ربما أفهمك من عينيك، ربما، ولكن ما في داخل الإنسان في قلبه لا يراه إلا الله. والقلب المخفي في صدورنا سيفتح ذات يوما أمام الله، وفي يوم مشهود، في يوم الدينونة، وسينفتح قلب كل إنسان أمام الله. هذا الكلام ليس عن طريق البلاغة، ولكنه عن طريق الحقيقة. سيقف كل إنسان حاملا قلبه ويفتحه ويقدمه أمام المسيح، ووقتها سينكشف كل شيء. ماذا في قلبك؟ ماذا في داخلك؟ والوصية قائلة: يا ابني أعطني قلبك. وهذا العضو الذي اختاره الله هو الذي يعبر عن حياة الإنسان كله. أعطني قلبك. شو بقى القلب اللي هتديه للمسيح ده؟ هيبقى في ايه؟ هيبقى في ايه؟ خبيت في ايه عن البشر؟ وطبعا لا يخفى شيء عن المسيح.
ماذا فيه. حتى وإن كان ظاهرك جيدا ولكن المهم باطنك، والمهم جوهرك، والمهم قلبك. نور المسيح يهدي طريقي، يقول في المزمور كما استمعنا: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. وكلمة السراج هنا تعني أنك تمشي بالوصية، بالوصية. والكتاب المقدس كله يختصر في وصية واحدة، وهو وصية المحبة، لا توجد وصية أخرى. الله جعل في العالم مسيحيين في كل زمان وفي كل مكان لكي ما يكونوا ينابيع للمحبة لمن حولهم، فلا يملك الإنسان المسيحي غير هذه المحبة. وهذه المحبة لا تستطيع أن تقدمها إلا باستنارة حقيقية في داخلك، تدخل إلى الأعماق. الحياة الإنسانية كما نراها من جيل إلى جيل، يعيش جيل وينتهي ويبدأ جيل آخر، والحياة من دور إلى دور. ونقرأ في سفر الجامعة كلمات كثيرة تصف الحياة الإنسانية. نحن في هذا الزمان، وقبلنا كانت أجيال، وبعدنا ستكون أجيال أخرى. ولكن المهم في كل جيل أن تكون حياتك مصدر لهذا النور ومصدر لهذا الحب. سيعطينا الله أعمارنا، الله يعطيكم العمر الطويل جميعا مع الصحة. سيعطينا أعمارنا، هو يعطينا العمر لكي ما نقدم حبا لكل أحد، لا نملك سواه. ولذلك كما استمعنا في الصلوات وفي القراءات وفي كلمات الأحباء أننا يجب أن نستفيد بأوقاتنا ونبعد عن انقساماتنا ونمارس حبنا باستنارة حقيقية في قلوبنا. لازم يكون كده، ولا واحد عمال يضيع عمره من سنة لسنة ومن يوم ليوم وخلاص، وتنتهي الحياة خلاص، ما فيش حاجة حصلت. ولذلك أنا أناشد الجميع أن تكون في صلواتنا الداخلية الخاصة وصلواتنا الكنسية أن نصلي جميعا من أن يعطينا الله حبا حقيقيا. وهذا الحب لن يأتي إلا باستنارة داخلية، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي بحسب الوصية. الأمر الثالث أن نور المسيح لا ينير ظلمتي فقط ولا يهدي طريقي فقط، ولكن أيضا يبهج حياتي. أظن كلكم لما النور بيتقطع ويرجع بتقولوا إيه؟ مكسوفين تقولوها، مش كده؟ تقولوا هي. وعلى فكرة دي مش عندنا بس، في كل الدنيا ساعة ما النور يتقطع ويجي تروح الناس إيه؟ أيلا اللي انتوا قلتوه ده كويس؟ ده تعبير عن الفرح، ده تعبير فرح. فالنور مفرح، نور المسيح يبهج حياة الإنسان، يبهج كيانك، يبهج داخلك. نحن نسمع عن الأمراض النفسية والعصبية والأتعاب النفسية، وبنسمع عن الناس اللي بتتعب واللي بتحتاج عيادات الأطباء، وربنا يحفظكم جميعا من أمراض الاكتئاب وأشكاله، وبنسمع ربنا يحمي الجميع من عمليات الانتحار، والواحد يزهق من حياته ولا يجد أي نور ولا أي فرح صغيرا أو كبيرا. نور المسيح والاستنارة تبهج كيان الإنسان، تبهج كيان الإنسان، يعني تجعله من الداخل فرح. صح، ما عندوش، متأسف في الكلمة، العقد النفسية. عارفين العقد النفسية؟ ما تعرفوهاش طبعا، مش كده؟ مش عندكم؟ بيسموها الفيونكات، يعني اسم شيك كده. واحد عنده فيونكات. الله يحمي الجميع، هو يبهج كياني وحياتي. فرحتني يا رب بصنائعك، بأعمال يديك أبتهج في مزمور 92. ف
فرحتني يا رب بصنائعك. كل اللي بيعمله الله قدامنا ده، النهار الجديد، الشمس الجديدة، الليل البديع، الحياة، الطبيعة، الخضرة، الأشجار، ثمار الأرض، كل هذه وسائل يعطيها الله لنا لكي ما يفرحنا. كلك في زمن الفصل الشتاء بنأكل برتقان ويوسفندي وحاجات الحلوة ده، هي امسك كده برتقانة وقعد تأمل فيها. برتقانة دي تمت ازاي واتزرعت ازاي وازاي الله وفرها ليك. ده طبعا قبل ما يتوجد صيدليات وأدوية وحقن وأراس، كل ده في الثمرة التي قدمها الله لك. وجود شجرة واحدة تثمر هذه الثمار المفرحة تفرح كيانك. ده معناها أن ربنا بيقول لك أنا واخد بالي منك، أنا عيني عليك من أول السنة إلى آخرها. يعطينا هذه الثمار ويعطينا عطايا جديدة في كل صباح. هو يبهج حياتي، كياني، فرحتني يا رب بصنائعك وبأعمال يديك أبتهك. الخلاصة أن الله ينير ظلمة الإنسان الفكرية، والله يهدي طرقه وسلوكياته، والله يبهج حياة الإنسان وكيانه. إن أردت أن تعيش في هذه الاستنارة بالحقيقة وتكون واحد في الحياة، وجودك كما قصد الله، أن تقدم حبا وتقدم نورا لكل أحد، دي وظيفتنا كلنا. مش وظيفتنا نقعد نتكلم في سيرة بعض، مش وظيفتنا نقعد نقبح الآخر، مش وظيفتنا أن احنا نمسك السلبيات ونقعد نحكي فيها. وظيفتنا أن احنا نقدم حبا ونورا واستنارة في الكلام مع كل إنسان في العالم، مع كل إنسان، مع كل البشر. فهذا هو قصد الله من أجلنا. عندما تقرأ في الكتاب المقدس أنت تستعيد الاستنارة، عندما تمارس عبادتك في كنيستك أنت تستعيد الاستنارة، عندما تعيش في أسرة متحابة ومتكاملة أنت تعيش هذه الاستنارة، عندما تخدم أجيالا وتقدم أي صورة من هذه من صور الخدمة أنت تعيش الاستنارة. ليكن نور في حياتنا، في كلامنا، في علاقتنا، في تواصلنا، في كنائسنا، في مخادعنا. ليكن نور بالحقيقي، والنور هو سبب الفرح الرئيسي. أكرر شكري ومحبتي لكل أحبائنا الذين حضروا معنا هذه الليلة، وهذا هو اليوم الثاني كما أشار الأستاذ جرجس. في أسبوع الصلاة هو اليوم الثاني، بدأ اليوم الأول يوم الاثنين وسيستمر لمدة أسبوع، تشترك فيه كل الكنائس المسيحية كتعبير بسيط عن هذه المحبة وهذه الوحدة. يباركنا المسيح بكل بركة روحية ويعطينا أن نمجد اسمه على الدوام ونستنير بحياته في داخلنا. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. من الليل يا ذوق سابت ريكيك يا يوم نبمادك لنوشبون انقوهم وجعوب انشوين زيزون بيخ اسمونا اير انتهت بماري بك مين امتكيريني اوين صدن بيك صديم مونون اينان اكيد شيد خاري سمو جسي متهوي من ديمن شين دي متخلو انتي ياكوب بنو جنا انتي مثوس بكاد يصد بنتي داويد تي صوفيا انتي صولومون بابن منبرك طبيعي جين يا بوس طولو دبشي زفي قريب ونقرب طاوي رتفن بن يودت شرف سبابا بطا ودروس نمنن يودت
دم دروبولي دزنمني بسكوموس نيتكي ابنو دن ديت فيف دغنو ايجنو اسرونو سران ميشرون بينماس نيكورن ديف سبيو انو قاجي تيرو سابسي دنو اتشارف جيم دو ايبار اسو زيري اغن ديف كان انو بيناني وخنو ايرين قدام منيش كريه ليسون كريه ليسون كريه فلوك انسون همين اسمو ايرويس سيبطا يكون ايبغن باسمو ليترأف الله عليك علينا وباركنا وزروج علينا وارحمنا يا رب. خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها لنا في كل حين ولاية الإله قديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال الأربعة وعشرين قسيس وأربعة ثمانية المتجسدين والشاروبيم والصرافيم وكل الطغمات السماوية وكل الذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة أمنا العذراء أولا وأخيرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي أمين. أيها المسيح لهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء خبزنا اللازل الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع رب أن لك الملك والقوة والمجد والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جميعكم.